مشاهدي قناة تسعة، مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم مكملين حلقتنا في الاختيار. الاختيار لهذا الأسبوع باش نمشيو مع واحد من أهم وأبرز الكتاب والروائيين في تونس والعالم العربي، ناقد شرس للوضع السياسي والوضع العام اللي تعيشه البلاد. نتعرفوا عليه قبل ما نبداو حوارنا معاه. خليكم تتعرفوا على ضيفنا في هذه الحلقة من الاختيار. حسن بن عثمان هو كاتب وصحفي تونسي من مواليد 1959، معتمدية منزل تميم ولاية نابل. بدأ مسيرته منذ الثمانينات وساهم بالعديد من المقالات في الصحف والمجلات العربية. من 96 ل2006 التحق بن عثمان بوزارة الثقافة كرئيس تحرير مجلتها الحياة الثقافية. تعرف حسن بن عثمان لدى الناس بجمرته الشهيرة بن علي مات يوم 14 جانفي 2011. سأقول للشعب التونسي الآن وفاة السيد الرئيس بن علي، وفاته معناه يعني فليكون الوفاة معنوية غير جسدية، إنما بن علي اللي كنتوا تعرفوه انتهى توفى، وهذا يهم. وبالمناسبة كل شعب تونسي، بل بالمناسبة كل شعب تونسي لو تسمحوا يزي أنهيتم بهمتكم وبارك الله فيكم، عودوا إلى أمنكم. وبعد الثورة انطلقت مسيرته في البرامج التلفزية التونسية وتعدت. هو اللي تعرف مشاكساته، تجنجاته وانفعالاته. باجي قال السبسي قال للشعب التونسي انتخبني رئيس، انتخبناه رئيس. قال انتخبوني في مجلس النواب، انتخبناه في مجلس النواب، عنده الرئاسة الثلاث. حاشا الإسلام من ذلك الحكم ومن تلك الانحطاط اللي ريناه، ما هوش الثاني ذا. ارتحنا من غطر ستهم ومن رعونتهم ومن بهابتهم زادة، كانت حب. يرتع علينا وعيط علينا من قبيلة السيد هذي يا بابا. أبوكم الشيوخة ونحن أبونا يعني أولاد طريقة أولاد كلب عن مسيرته، رأيه في اللي صاير في البلاد، كتاباته وغيرها من المواضيع مع الكاتب والصحفي التونسي المشاكس حسن بن عثمان. سي حسن، سعيد جدا أنك موجود بحضنا. الحمد لله، وأنا أيضا سعيد حبيبي سيدي محمد. الله يخليك، تبارك في الحصص نتاعك ويعطيك الصحة وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا، ربي يخليك سي حسن. في الفيتيار اخترنا أكثر حاجات النجم نعديهم، اخترنا أهدى مواقف يمكن تعديت فيها منك. أهدى أهدى ذوكم دفع الله، ما كان عالم كلوجت على الأهدى، ما لو كان لوجت لي على يعني الأدهى والأمر. ها؟ الأدهى والأمر كنا النجم نشوفه. ربي يستر يا ربي يستر ويبقي الستر. برنامج الاختيار يعطيك الحريه، برنامج ديمقراطي سي حسن بن عثمان. يخلي الضيف يختار مسار الحوار. يا اخويا قداش وليتوا ديمقراطيين انتم، اللي تتلفت له يقول لك راني ديمقراطي. انت دايت للديمقراطيه، هنا وفرناها بصوره تذكرني في حمادي توفيق الجبالي، المسرحي الكبير التونسي صاحب التياتر وما ندراك ديمو. عمل يرحم بوك، عمل المسرحيه على الديمو. الديمقراطي قال لك اذا كان يوميا ما يضربش حل بين ديمقراطيه وصحن يعني معناها حقوق الانسان وترايف كفتاجي يعني نتاع المسرحيه كلام الليل طبعا. فهمتني؟ اي معناها حاجه نحن يعني نحن عندنا اللغه ننتهكها. بن علي كان عايفنا في الديمقراطيه، راوا نظام بن علي هو اكثر نظام رفع ديمقراطي، اي رفع شعار الديمقراطيه، وقعدنا من زلنا لتو نرفعوا في الشعار. مجرد شعار، شعار مجرد شعار، شعار تماما لما تبدل شيء لا بعد لا قبل. في شنو في الديمقراطيه والحريات يعني ثم انفجار يعني انفجار يعني في انفجار تطغى عليه الغوغاء الغوغائيون. خلينا نبدا البرنامج. تفضل حبيبي. خلينا نبدا البرنامج هكا ديريكت من الدخله. يا اخي ما نسلم عليك الله يخليك. اختار مسار حوارك. شوف الملف الاولاني فيه 40% عام، 20% شخصي و40% اعلامي، والثاني 30% عام 30% شخصي و40% اعلامي. شنو يساعدك ما بيناتهم؟ انا يساعدني كل ما انقصت لي من شان الشخصي في أي. الموضوع يعني يساعدني. ما تحبش الشخصي؟ الشخصي الواه شخصي، خلينا نعرفوك به. مش عارف ايه هكا يعرفوني، فديتهم بالمعرفه انا 20% كي ناس فدى مني نهار كل ولا نمد في وجه. اقرا لي نص التعهد هذا. شنو هو التعهد هذا؟ خرجنا من العهد الجديد جينا للتعهد. اقرا يا سيدي. قال لك التعهد، لقد تم الدعوة لأكون ضيف برنامج الاختيار. أيوة أنا السيد، أنا السيد وبين الظفرين يعني فما التاء. ما هو التزام عندك؟ هذا تعهد الأنثى والذكورة اللي يجوا بحذا السيد مساوية. وقبلت الدعوة طبعا، هني موجود بحذاك، وأتعهد بصدق بصدق الإجابة والجرأة في مواجهة أي سؤال، وأحرص على عدم مغالطة المشاهد، عدم مغالطة المشاهد واحترام
حقه في معرفة الحقيقة كاملة. أنا ما نعرفش الحقيقة كاملة، نقولها كاملة، أنا ما نعرفش الحقيقة. تنحاول أنا هذه ما تحطها ليش، هذه أنا الحقيقة كاملة، تنحط نعطيك شوية من الحقيقة. هو التزامك كاملة. وختاما الكل يترك وختاما أتحمل مسؤولية إجابتي واختياراتي. وقال إيش حتخلص؟ تقبل الكل ولا ترفض الكل؟ الضيف الإمضاء، أنا نقبل الكل ولا ترفض الكل؟ أختار يا أخي ماذا أقول؟ تحبش تصحح؟ ممكن مسموح هي مسموح. اذا بارك الله في سيادتك ترفض تصحح؟ يا اختاني عاد انا وش انا نصح؟ يا ودي اللي نصح هذا كلش حنا ناخذ فلوس، ما فماش فلوس ما نصححش. فوالا ملا باهي نقبل سي حسن بن عثمان. مرحبا اول الضيوف اللي يرفضوا الالتزام هذا والتعهد هذا. على كل مرحبا بيك في الديمقراطيه نتاعك. عجبتني ديمقراطيتي. مسموح بها ديمقراطيتي طبعا. نتعديو تو سويت الاختيار العام مع حسن بن عثمان. في اول الفقرات نتاعنا في حوارنا معك سي حسن بن عثمان، باش الناس ما تنساش انت من بين اهم وابرز الكتاب والروائيين في الفتره الاخيره. كاينك بعدت على الكتابه، مجرد ستاتيوات على الفيسبوك في اوقات صحيح. متاخره زاده نعرفش في انا حاله تكتبهم، اما ما بعدت على الكتابه علاش؟ شنو في انا حاله كتابه؟ اكتبهم في حاله الكتابه، حين اكتب وانا اكون في حاله كتابه. شنو تتطلب حاله الكتابه؟ والله تتطلب الواحد يتوذى. ما شنو الكتابة يلزمها يعني يكون إنسان على مستوى طهارة عالية. ممتاز. فهمتني؟ يعني شنو تتطلب؟ تتطلب يعني استعداد وتتطلب تمارين. الكتابة حاجة خطيرة وصعيبة، ولكن الكتابة في البلاد هذه ساعدها مكبوب. علاش؟ ما فماش يعني ما عندك سوق في الكتاب، وثم حتى طريف سوق اللي عندنا داخلة بعضها يعني ما تعرفش راسها من رجلها، حاجة من أتعس ما فهمة. هو مش فقط في تونس، راهي حتى في العالم العربي حاجه تافهه برشا. انت تفرغت تو للاعلام اكثر من والله ما تفرغتش. انا شوف انا نعمل ضربات في الاعلام يعني ادي خير قليلا من المالي. حين تاتيني الكتابه اجد نفسي يعني محصنا ومضمنا قليلا، حتى لا اجوع ولا اعرف في هذه البلاد صعيبه برشا. قليل من المال وخبزة. اغلى كرونيكور في تونس. يقولوا اغلى كرونيكور في تونس حسن بن عثمان. اغلى كرونيكور؟ لا ما نعرفش اسعار الاخرين. كاشين نتاعك الاعلى. والله يا محمد يا اخويا لا اعرف اسعار الاخرين، انما يا اخي ما فوالا ماذا اقول لك يعني شنو السوق؟ السوق وكل اغلى وما اغلى تيودي معناها يعني حاجات تعبه بكلها. علاش ما عادش تكتب؟ آخر كتاب خرجته يعني 2019 إيه؟ تونس السكران. إيه وما نحبش أسمعني، وأنا طالبيني أن أعيد نشر كتبي في تونس وخارج تونس. مش بنتك كانت تنشر لك زادة سي حسن؟ إيه بنتي عندها دار نشر وهي طلبتني زادة أيضا تعيد نشر كل الكتب متاعي. وأنا لم أسمح لها، ما نحبش كتبي تنشر توا لدى هؤلاء في هذا السياق. ما نحبش كل يقرأني. ما تحبش؟ ما نحبش يكون يقراني. عليه ما نحبش يكون يقرب لي، ما نحبش يكون يقراني. يعني انا في هال مستخسر علينا العلم اللي عندك، مستخسر على الشعب. مستخسر مش مستخسر، انتم خساره يعني الحديث نتاع معاكم خساره. تقرا كتاب هذا ما يقروش كتب برام، يعني اشاعات، عباره عن اشاعات تدور في البلاد. فما نخبه تقرا نخبه اي فما ناس تقرا. ما نحبش نقول لك يرزيك في النخبه، ما نحبش. فما احترام للنخبه. الكاتب راهو يكون من بين النخبه نورمال مو اللي ينير المجتمع. نورمال مو انا نخبه وانا انت نخبه. انت مش انا نخبه يعني نخبه. نحن نعرفوا منتخب الوطن، عندنا الفريق الوطني هذاك يسمى النخبه نتاعنا، ولكن ما عندناش نخبه في الثقافه. نحن الثقافه يعني منزوعه النخب. يعني كي جاء حمادي الجبالي يسب النخبه قال نخبتنا نكبتنا، وانا نعرفها منين جايبها الكلمه. ما هو جايبها من عند ابو يار المرزوق، لأنه بيار مرزوقي عنده مشاكل مع زملائه في الجامعة التونسية وكذا كذا. يعني يريد أن ينكل بهم بمثل هذه الألفاظ. من غادي خذاه حمادي الجبالي؟ منين خذاه؟ وين يعرفها النخبة حمادي الجبالي؟ في حمادي الجبالي 16 عام في الكراكة، وين يعرفها النخبة؟ يحكي عن النخبة. كي نقولوا نخبة كان رئيس الحكومة راهو. والله كي يكون رئيس الكون. رئيس الحكومة كان. ليه كان رئيس الحكومة؟ إيه عادش بيه رئيس الحكومة. مش معناها يعرف النخبة رئيس الحكومة. كنت تمثل الأوامر وكان هو يسير في البلاد، هو يحط الخطوط العريضة. للأسف يا للأسف. وأنت كنت تمثل. ما كنتش. شنو نمتثل؟ تمتثل للقرارات تاع الحكومة.
أنا نحترم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إنما يعني أنا أمتثل ماذا أمتثل؟ وكان جيت أمتثل راني في حضن جبالي أو لطفي زيته من شنو؟ هل تعذبوني أنا في وقت هذا جبالي والترويكا يعني نحولي بطاقة الصحفية أوكي؟ في فترة الترويكا؟ في وقت فترة الترويكا المشؤومة أسمعني، نحولي بطاقة الصحفية ونحولي شهريت وخنقوني وحبوا يتردوني وداروا بيا من كل جهات. يعني هؤلاء يعني المسلمين اي ما تقولش يعني ايش جاي ما تقولش الكلام اللي ما يتعديش ما يتعديش مانيش حنقوله اي برافو عليك. رغم يقولوا كنت ما من الناس اللي راضين عليها شكون ما كنتش ما كنتش من الناس اللي مصنفين ضد الحركه مثلا. والله بارك الله في الحركه هذيك ما صنفتنيش ضد بارك الله فيها هذه ربما فيها عخرة. انا ما ضد حتى حد الساعه اليوم ما ضد حتى حد. انا ماني ضد حتى حد ناي شنو ضد فلان ولا فلتان. انا ضد مسلكيات معينه وتفكير معين وهمجيه معينه. مش شنو ضد ضد ماذا انا اخي عجبني انا باه يا اخي ضد النهضه مع الاخرين واللي مع الاخرين ضد هذاك. لا ما عنديش اللغه هذه. انا اوازن واجن يعني الاشياء وان شاء الله اللي فيه يعني ما عندكش موقف ثابت معناه ما عندكش تيار تنتمي له ما عندكش انتماء. انا مستقل حقيقي مانيش مستقل مزيفه مستقل حقيقي وما حتى حد ما يمول فيا وما ننتمي لحتى الجهه واحترم الذي بعد الثوره تعرضت للمضايقات بعد الثوره شد انا نقول لك 3 سنين يعني بديت تتفرج عليا بعد جاء البشبوج هذاك وباش قاعد يسمي ربي يرحمه ممكن وبعد يعني تعاركت مع الباش ربي يرحمه ترحم يا اخويا ترحم ما ترحمش على الباش قاعد سبسي يا اخويا انا ما ترحمش عليه علنا اترحم عليه احيانا في السري او في المنام ما ترحمش عليه يا ودي يا ربي مش يسرنا فيه انا باش نطلب ويرحم الباش قاعد سبسي باه ربي يعرف الباش يزور يقل امور صدقني يا حبيبي يستقبله بما يليق بربي عادل سبحان الذي لا اله الا هو ونعم بالله اي خلاص اي لا تترحم عليه في العلن ما نحبش شنو يا اخي ما تحبش من قال لي انا واللي حل فمه توا مسهل الترحم مسهل الشتيم ومسهل كذا كذا الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم يعني كعيفونه في الله يرحم يغى خلاص انا اتعف اختار الحب او لا حب ما تقفش في الوسط يا حسين بن عثمان تترحم ولا ما تترحمش نعرفك بالشجاع واكثر من هك ايش حب هك تترحم على البيجي قايد السبسي الله يرحم كل موتانا البيجي قايد السبسي ويرحم الاحياء منهم والاموات البيجي قايد السبسي انا نترحم على روحي يا ربي ترحم قبل الباجي قايد السبسي ربي يرحمني ناس قبل ومن بعد اللي كان نفول طرف لك الباجي اعطيها على الرحمه اعطيها للباجي حسن بن عثمان يترحم على الباجي قايد السبسي يرحم زين العابدين بن علي ويرحم الحبيب بورقيبه ويرحم الباجي قايد السبسي ويرحم الذين سيموتوا مستقبلا ان شاء الله نرتاحوا برشا من الناس تحبوا نترحموا عليهم والله نهار كل ما نقعد نشريكم الله يرحمه والله يرحمه علاش تجمع علاش ما ترحمش عليه وحده ترى ترحم عليه وحده يا ودي ما عنديش مشكله لا ما عنديش عقد محمد لا ما... الباجي قايد السبسي هي. الله يرحمه الله يرحم ايش لي مش بصعوبه فكيناها اي ما وافا يعني للاسف وكان جيت حبيت خلصنا عليها قلتها لك بسهوله كل شيء بالفلوس ولا بالفلوس نلعب معك هذه خدمتي سي مون ترافاي ناكل منها في الخبز كل شيء بالفلوس ولا يا ودي هذه خدمتي ما يقلقكش يقولوا عليك مرتزقه معناها نعطيك فلوس تولي اي انا يعني كلمت اجير وماجور ومرتزق وكذا الناس كل في الكون هذا تشتغل من اجل تحصيل لقمه عيشها ورزقها وأنا أحترم الناس الذين يتلقون أجورهم عن شيء يبذلوه والناس اللي يخدموا مجانا صح عليهم ربما يعني في حالة استغناء على الآخرين وعلى الأموال أمورهم أنا أخوك ما نخدم إلا ما نخدم هون جي بلاش اللي كنسيتك الله يخليك أي الله يخليك للتحية أي شكرا فقط المرة هذه كهو المرة هذه برك بلاش انتهى الموضوع أي ظهور عليهم يخرب شكون مع سيادتك خاصة كون على يقين علاش مع سيادتي بالذات؟ على سيادتك هكا ونخدم مره نذوقك ومن بعد نثبتوا في العمليه. خاطر ترحمت على الباجية وليت تحب تخلص عليه. شفت كيفاش؟ الله يخليك، اللي خدمت معاهم الكل. ايه خلصت معاهم؟ ما نخدمش مجانا ابدا. قعد دود القروي وكلني في بعض الاموال بتواطؤ من رجل غنوشي والنهضه، لان طردوا لي انا وخذوا نبيل القروي، ما شنو؟ كان اسم يعني تستولوا على نسمه وطردوني انا. تردوك انت وما خديتش فلوس، ما اليوم ما سمحتش بعد ما الظرف الصعيب اللي تعدى بيه وين تعدى؟ شنو هو الصعيب؟ الانسان يصرف فلوس كي تراب يعيش في باريس. اموال الهبه من تونس هذاك هو اخوه. يعني من وراء الاقل بتواطؤ انه بتواطؤ مع حركه النهضه. قبل قال لنا كارش غنوش قال نفس خلق الله هو هذا نبي القروي ومن بعد ومن بعد اي من بعد قال يا اخوي هذا نبي القروي معززا مكرم. اي سيخرج من السجن معزز مكرم. اي مرشينه
وهذاك هو وقع، هذاك يتحدثكم في القضاء، يحكيوا على القضاء. تي خليني رايز بالله. مشنو؟ هك مشنو؟ وربي ان شاء الله معانا في تونس. وخرج من تونس معزز مكرم تعتبره نبيل القروي؟ خرج خلسة. خلص. بيع الخمر خلسة، تعرفوش في تونس؟ نبيل القروي بيع روحه خلسة. خلسة. ايه خلسة. ثابت معطياتك اليوم اللي هو في باريس، معطياتك ثابتة؟ والله يا اخي انا عندي يعني معناها اولتناتي في الدنيا الكل. شبكت علاقات. ايه فما كاتب تونسي من الجنوب اسمه احمد نظيف، شاب هو. وهو كتب تدويلة حول هذا الموضوع ووصف فيها بمعطيات انا اصدقه. هو قال كريناهم يعني في باريس في مطعم في كذا، احنا بحضك الاماكن الشهيره في باريس، ويوصف فيها كيفاش يعني لابس وكيفاش. ماكش مسامح في فلوسك لليوم؟ انا مسامح والله، ود القروي ما صار في حد شيء بدل ما خلصنيش ورحمه بابا. وقلت له انا ديبوي تري لوطون، قلت له انا ما دام نتنفس في البلاد هذه ساسمم انفاسك، كن عليك وهذا يحصل. هاو يحصل وتعاود تروي تعاود تشوف. أيه. هو وغيري. شكون غيره مثلا؟ شكون غيره اللي باش تسمي لهم انفاس؟ ما نحبش. شكون مثلا؟ هكا ويزيك نبيل القروي وانتهى الموضوع. يا اخي اليوم ما نجيب الشيء. اختاني يا محمد الله يخليك الله يخليك. ياسي حسن بن عثمان. شنو؟ يا اخي تقول لنا اسامي والاخرين. هذاك هو الاسم اللي عندي تو. تخاف منهم الاخرين؟ لا 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 الاخرين مازلت ما صفيتش اموري. تخاف منهم؟ انا كي نحسب. اي. الاخرين ما صفيتش اموري تمشي وتجي الحكايه. نجم نلقاو صلح. ربما غازي القروي تحكم عليه 120 سنة. والله 120 يا لطيف، كيفاش حاب يعديها؟ هذا الحكم الأول. لا انا بصراحة الأحكام هذه ما تعجبنيش. ما تعجبكش؟ شنو هو قارون حاب يحكوا عليه 120؟ هو سيدنا نوح حاب يعيش 900 عام. السؤال اللي من بعده، أنت قلت لي القضاء اليوم عندك عليه بعض المؤاخذات وغيره، ولا فما اليوم كي نحكيو على مجلس أهل القضاء مؤقت تبدلت نظرتك للقضاء مع إجراءات الرئيس الجمهورية الفترة الأخيرة؟ والله يا أخي أسمعني، موضوع القضاء موضوع حقيقي وحساس في تونس. يعني القضاء في تونس يعني باستمرار كان يشتغل مع السياسة باهي وينتفع بمزاياه. مستقل القضاء؟ تسمع فيش نقول لك؟ نسمع فيك. إيش معنى مستقل؟ مستقل القضاء يودي مستقل ماذا؟ نحن دولة الاستقلال ما عندناش ثقة فيها، مازلنا الاستقلال بتاعنا يعني نحاول أن يكون عندنا استقلال، نحاول. ولكن يا أخي قضاء مستقل، هاو إن شاء الله جاته الفرصة هذه يولي مستقل. وهو إيش معنى مستقل؟ يعني هو كان يخدم مع بورقيب القضاء هذا. قضاء بورقيب، ثم أصبح القضاء بتاع بن علي. ثم أصبح القضاء بتاع راجل غنوشي، بتاع النهض. بدليل انه كيقولوا على واحد يخرج معززا مكرما يخرج معززا مكرما، ها القوه نتاع القضاء. الان نحن امام فرصه استثنائيه الحقيقه لتاثير القضاء. ليطرح القضاء بمهامه ياخذ يعني مسافه من السياسه، ياخذ مسافه من السياسه، يعني يشتغل يعني بروح وطنيه وفيها وفاء للتشريعات اللي اتفق عليهم الشعب التونسي. ولكن نحن تشريعاتنا ومجلسنا معطل وحاسين ودنيتنا مخروذة برشا سي محمد. واضح. حركه النهضه تقول انتصر البحيري بعد رفع الاقامه الجبريه على نور الدين البحيري بعد 67 يوم تقريبا يغادر الاقامه الجبريه. كيفاش شفتوا القرار هذا والصور اللي هبطوا كان تبعت؟ والله انا شوف انا مع يعني انه قالوا من الاول راه هذا واحد تخطفه تهزوه كذا كذا. يا اخي كي نفتحوا قضيه او نفتحوا ملف نفتحوا على قاعد، ويبدو انه هي مساله سياسيه نتاع هذا البحيري البحيري وتلك يعمل في السياسه، وهذا سياسه هذه كلها سياسه ما عندهاش علاقه بالقضاء ولا بالقانون، ما عندهاش علاقه بالقانون. هذه حركه الناس تقول لك انتصر البحيري. ربما انتصر البحيري ربما والندري هنا خاطر اللعبه مازالت مفتوحه. انتصر على ماذا؟ اذا كان انتصر على التوانس، اذا كان انتصر علينا شابو، انتصر صح عليه وصح على النهضه. اما اذا ينتصر للبلاد مساله اخرى، ينتصر بما ينفع البلاد والله مساله اخرى. 10 سنوات ما نفعتش البلاد حركه النهضه يا بابا، من الكارثه حلت من اللعنه السوداء يا لطيف. كنا نتامل خير، ربما قلنا النهضه، وخاصه بعد ما تبعنا الغنوشي انا متبعهم اي باللوبه. تعرف معناها واحد يتبع في جهه باللوب بالمجهر بالمجهره ايه؟ نعرف تصريحاتهم ونعرف امورهم ونعرف بياناتهم شلقيت ونعرف في 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 ايه؟ كيما كانوا في لندن اش يقولوا ايه؟ ونعرف وقتاش يقولوا الشيخ راجل الغنوشي، وقتاش يقولوا له الاستاذ، وقتاش يقولوا له السيد، وقتاش يقولوا له المرشد. نعرف حتى وقتاش يقولوا المرشد.
مالا شنو انا لا ايش لقيت شنو بعد المتابعه هذه هاي محاصره للسيد والسيد هذا قرينا يعني معناها من الاول دوب جاره ومش حمل عمل السياسه انا جيت باش نتعبد ربي البلاد هذه ونحب البلاد وترابها ونحب نبوس تراب ايش طلع واركع على يعني ارضها ايش طلع ايش طلع يا ودي انا ريناش طلع يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يعني اسوء ما في التاريخ السياسي العربي الاسلامي يتجسد في رجل غنوش الله يعفو قديش رجل يعني ما عندوش الكلمه لا 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 واحد لا ميثاق لا عهد لا ميثاق رجل غنوشي يا لطيف يا لطيف بالنسبه لي اللي قال لك يعني الكلمه داخله في الاخلاق هذه ما نخش بها بالاول راه معنا جيب الشاب ومعك ال 12 اللي يسجلوا على على اللي يطالبوا هاو اليوم في اللي يطالبوا اسمعني اللي يطالبوا مواطنون ضد الانقلاب اسمعني اليوم بالله تو نجيك الخلاب وما انقلاب انقلاب وين نشوف فيه لا مواطنون ضد تيم مواطنون نحن يا خويا مرحبا بالمواطنين نفرح احنا كي نسمع اننا مواطنين والله يطمني الموضوع وين كنا نحن يا ودي انا احكي لك على رجل غنوشي رجل غنوشي هذاك جاء من الاول تفاهم مجلس تاسيسي معاه ضرب 3 سنين يا اخي هذا شنو تضيع الوقت هذا تعالى هكا اخي ماهوش معقول هكا هذا لا يجوز لا بالحضارات لا بالامم لا بالشعوب التي تحترم نفسها نحن غير محترمين بسلوب سلبيه هذا السلوك اي شنو يتسمى شنو صار؟ ما هو في الصندوق بالانتخابات تطلع حركه النهض ويكون موجود ما تحبش ما تحبش الكلام هذا يا خويا الصندوق والنعوش يا خويا ربي كبر علينا ما تحبش الكلام هذا بالصندوق تو تعرف الصندوق شنو هو الشيخ رجل غنوشي قال لك البرلمان سيعود تعرف بالصندوق خسرت النهضه خسرت مليون من انصارها مليون بشر بين 2011 و2019 من اللي جت الحكم مليون بشر خسرته علاش خسرته مليون بشر علاش لانه يعني ناس اكتشفوا انها سفيهه حركه سفيهه كذاب تكذب علينا يا اخي نقول لها صلح امورك يا اخي شنو هذا رجل غنوشي يا اخي برك علينا بركه يعني يحب يقتلنا شنو هذا البرلمان سيعود احب من احب وكره من كره وكره من كره كره من كره قالها رجل غنوش اي ايه شبه بتبيع حبيبي البرلمان سيعود سيعود البرلمان سيعود بالتاكيد امو مش برلمان الغنوش ورجل الغنوش رئيس البرلمان يا ودي مش برلمان الغنوش ابدا الغنوش هذيك كان في منام تاع تريس وفاق استفاق لعله استفاق اذا يعني هذا يعني يستحيل برلمان رجل غنوشي يستحيل ومخلوف هذاك وجماع وطلع في لسان ويورق علينا في الفلوس ايش بينا نحن سيف الدين مخلوف سيف الدين رجع حكاية نبوات كان يعني ملح ليلي طلع في الفلوس وبالبلسان وبلسان وهكا ما تقولوا يا اخوي يا لطيف يا لطيف كلمته بعد ما خرج من سجنه انا سيف الدين مخلوف وين كان فيه بعد السجن انا هذا السيد تقابلت انا وياه في قناه الجزيره ما نعرفوش قلت له بربي خلينا محترمين خلينا خطاب يعني محترم للاخرين في الاخر اخر الحصه كي ما لقاش حجه هو في اخر في الحصه قال لي قال لي انت يجيبوك يعني باش يعملوا بك شويه كركوزيات وكذا كذا وانت يعني خمرات وما خمرات ورجع لي لغه سليم بوخذير انا دمرتهم على سليم بوخذير كسرت لهم المرزوق جايبين لي هذا تصور نلعب انا راني يعني راني في العمليات هذه خطير جدا انا خاف تمحق وخاصة الذي كان في شبه مباشر كان ما عادش يعطوني المباشر يخافوا منك في المباشر والله يا هو شمس اي فهم من حياه وبارك الله في سيرتهم يعني ناس عقلاء يفهموا انه مانيش شو كسرت لهم المرزوق تعتبر روحك انت من الناس اللي دمرت له حياته امال شنو يا ودي انا شفت عليه هذاك الدكتور محمد منصف هذاك مش اكل مرزوقي نعرفه من عام 1980 خدم بعض في شركه الراي حقوق حقوق ملا حقوق 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 شنو حقوق حقوق يخدم عند امير قطر بتلك الطريقه حقوقي الشاعر القطري ابن الذيب اللي كتب قصيده على تونس اسمها كلنا تونس في وجه الطغمه الغاشمه او الشيء وكذا الهمجيه كلنا تونس في وجه الطغمه الهمجيه دخلوها امير القطر اللي كان مش هذا وهذا ولد اللي كان دخلوا الحبس حكم عليه بالاعدام اولا على محمد منصف على الشعر على الشعر أي. ثم حكم عليه خفضوا له الى 15 عام ثم كذا قلنا له يا مرزوقي ايها الحقوق اي ايها الحقوق يا اخي قلنا له دخل يا اخي على الاقل شعر او شعر ما قال شيء وديجا قصيته مكتوبه على تونس اي ما دخل ما تدخلش ما تدخلش هذاك الحقوقي يا ودي هذاك بتاع دولار هو بعد 25 جويليه يدخل وقال اللي قاعد يصير في تونس انقلاب ويدعو الشعب حتى باش يخرج في مسيره هذاك عنوان من عناوين الفتنه اللي شهدها البلاد التونسيه فتنه ما تدخل الا لتخريب البلاد ما ينجمش يدخل لاعمار خذا الحكم 3 سنين ما عمل فيهم حتى شيء رجل احمق احمق
احمق انا احترم الاشخاص احترم الرئيس الاسبق محمد منصف المرزوقي ما تحبش رئيس مؤقت مؤقت كان قال لك شكي ما هو شكي بواحد صحفي في ساعتها سماه المؤقت قدم به قضيه المسلمه قال له مش مؤقت انا ابدي انا دائم الى ابد الابدين اليوم كان يترشح مازال عنده حظوظ في الحياه السياسيه منصف المرزوقي وين في قطر كونش في تونس ما عادش كان يترشح في قطر او في باريس هو يسكن في باريس هو تو يترشح في بلاصه مكرو اليوم فما قضيه ضده في تونس فما قضيه شنو رئيس الجمهوريه يعني رفع عليه بعد الاستقواب عنده حكم عنده حكم اربع سنين مع الحكم هذا انا مع القانون التونسي هم يعترفوا بالقانون تصدر عليك القانون قلت له انا عندك فرصه باش تولي زعيم ما صدر عليك القانون ايه. الظالم هذا قلت انت تاع المنقلب والشاب يهبط ايش ما اخترت الكارتاج وواجه القضاء التونسي وربما تعمل بيهم برشا انصار القضيه هذه ما هم يحبوا ينظوا بالاشياء المعيبه وبالاعاقات نتاعهم بالاعاقات نتاعنا هذا النظام نتاعهم استثمار في استثمار في سوءاتنا استثمار في سوءاتنا معناها من ضعف الشعب التونسي يستقويهم باستمرار باه باش نتعدى معاك الفقره الشخصيه بما انه الوقت يداهمنا وانت تعديت بينا من محور لمحور نمشي معاك تو تسويت الفقره الشخصيه مع الاستاذ حسن بن عثمان أول سؤال يجي لبال أي إنسان يتفرج فينا تو علاش ديما ما تشنش سي حسن بن عثمان؟ لأن الوضع هذا مش فقط التشنج يدعو إلى فقدان المدارك ما نعيشه نحن الآن والله العظيم أنا تعبني الجلسات هذه راهي تعبني لأنه أنا بصراحة حين أتشنج يعني يشدني حشاك الكرومب بوعكيش عليك بوعكيش سبور تعم في سبور وما باش نحي هذا شنو سبور يعني شويه رياضه فوتينغ شمعني فوتينغ لا ما عادش نعمل فوتينغ اش تعمل؟ نعمل اتمشى اتدبب وقليلا يعني تعمل في مارش اي مواظب على المارش به حاجه اخرى فما مواجهه بينك وبين الشيخ محمد الهنتاتي في يوم من الايام على الخمر وما الخمر الخمر حلال ولا حرام بالنسبه ليك سي والله يا اخي وكان جي حرام راهي محرمه راهو حرموا راجل غنوش اما راجل غنوش قال لنا البارات تجاور المساجد يعني يضرب الشراب للصباح ما دامك مراجل تجاور في المساجد راجل غنوشي محلو هاو قال ما البارات قال تجاور المساجد شنو هذا ماذا تسمونه في عرفكم فهمونا يا اخوي شو تقولونا فهمونا شو تقولونا عندك فكره قديش التوانسه يستهلكم الخمر عندي فكره يعني حقيقيه مش فكره يعني بالسماع فكرة نعم. حقيقية قديش مساهم فيها على الميدان ايش مساهم فيها ايش مساهم تودي يعني كيفاش واموالي المواعيد انا معناها كذا واموالي المواعيد شنو مساهم فيها مساهم فيها يعني بما اقدر عليه بما اقدر عليه به طفولتك كيفاش كانت يا حسن بن عثمان طفولتك كيفاش كانت ايه. يعني طفولة كانت طفولة عادية شنو عادي ما نعرفش انا شنو معناه عادي وشنو معناه مش عادي باه في المجال تعديت فترة صعيبة في حياتك حياتي كلها صعيبة على المستوى النفسي النفسي شنو معناته ملصيش شوية لا لطف عليك انا نقصت فيها بالي عندي شوية هبال نقص ناكل فيه بالتريف نعمل فيه كمية هبال هنا هبالك قداش مرة يقولوا بالخليجي قداش من مرة مشيت لبسيكياتر مثلا قعدت مع طبيب نفسي والله انا عندي اصدقاء بسيكياتر عديدين تحكي لهم لا نحكي لهم لا يحكوا لي يا ودي ساعات تقول ما بسيكاتر يولي يخرف لك هو على همومه وعلى طفولته وعلى واحد كان حاطط له ديفون بحذاء اي ما هو الطريقه هذيك استدراج باش انت تحكي يا ودي الواي استدراج فيا باش نحكي انا مشيت وقلت له عندي الحمد لله في البلاد هذه حولت جهدي انا تماسك والحمد لله صامدون هنا قرب هذا الانهيار نعم ام لا خممت في يوم من الايام في الانتحار ممكن اي ممكن 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 اما لكن ها نقول لك لا خممت في الانتحار مش يعني ممكن. مش خممت قبل العشرين ايه؟ يعني ضاقت علي الدنيا ولكن ريت حاجه صدعتني الحقيقه اللي هي في شارع جمال عبد الناصر متعدي هنايا وفما كان واحد يعني رزيح مرزوح مقعد وما عندوش يدين وحتى رجليه مقصوص لطفي وهو يعني صامت قلت سبحان الله تو السيد هذايا شوف يعني معناها صابر على كل الابتلاء وكل هموم الدنيا يا تبارك الله
يعني ما له قوة ذاتية يا أخي. سبحان ربي آيات الله يعني كثير يعني ربي. وأنا أهلي. الحمد لله يا أخي يعني نتحرك ونتنفس. أحكي لي علاش خممت في الانتحار؟ كيف قلت لك ذاقت الدنيا ما وساعات ذي ذاقت عملتها؟ ما مستحيل. قلت لك خمرتني الفكر. خمرتني. كيفاش نحيتها؟ نحيتها بالخمر. هي خمرتني وأنا عملت لها شوية خمر. إذا انقشعت الفكر. مشيت على روح. إيه مثلا. نحكيو على العائلة. عندك خوات بعمرك ما تحكي عليهم برش؟ خواتك فاش قام يحكوا لرواحهم؟ اخواتي لبس عليهم انا الاستاذ والندرشني الرسام. فما شكون حتى يكتب شعر؟ انت روائي فعندك خوي يكتب شعر؟ لعله ما نعرف عليه. انا ما تعرفش؟ انا في الشعر ما نكتب الشعر. اذا ما نعرف شكون يكتب الشعر وشكون ما يكتبش. عندك شكون من خواتك انتمى في يوم من الايام لتيار فكري متشدد؟ ما نعرفش انتمي ولا ما انتميش. ماش نبدل لك سؤال نمشي اوضح. ماذا بيا لا تبدل لي سؤال ولا توقف معايا برشا في النقطه هذه. ما تحبش تقلقك؟ الله يخلي لي خويا. تقلقك سي حسن بن عثمان؟ منبه علي امي، منبه علي والعائله منبهين. انا يقولوا ما عادش تحل فمك على الموضوع هذا. امشي. موضوع يقلق. قلت لك يعني ما يعني قالت تسمع انت ولا ما تسمعش؟ ناس معي ما نحب نفهم علاش قالوا. ما تفهم الوقت تفهم ما يزي ما تفهم. الحقيقة كاميرا مفجعة مخيفة. الحقيقة راهي مخيفة باش الناس يحكيوا على الحقيقة ويستسهلوا في الكلمة هذه المسكينة. الحقيقة راهي مرعبة قاتلة أحيانا. يخلينا ما يعني تجاوز. تحبش نقول أخوك ونمشي مثلا؟ أمورك يا خويا. لا ما تحبش؟ ماذا بيا يا أخي أختاني قلت لك المواضيع العائلة. موضوع العائلة ليه؟ ماذا بيا قلت لك منبهين عليه. تكلمت سبق تكلمت في المواضيع هذه. شنو صار؟ تحرمت من الميراث. تحرمت من الميراث. شو ميراث؟ الوارث هو الرب سبحانه. شنو تعلم؟ أنا يا ميراث أمي. أنا ما نحبش نغشش أمي. أمي حاجة تعز عليا، أمرأة كبيرة وإنسانة تحب تحافظ على ما تبقى من الهدوء يعني في السياقات والعلاقات. ولذا أنا نحييها أمي زينب ويعني أخذا بخطرها ما نحبش نتكلم. ما تحبش نحكيه في موضوع العائلة. نحترم أخوك وكل مش باش نحكي في الموضوع. بيه زوجتك من هذا الكل وين سي أحسن؟ شنو خلينا نحكيه على الحب. حب في حياتك يا ودي. انا فات 60 عام قال لي حب في حياتك يوفى الحب يا ودي. متقاعد من الخدمه ومتقاعد من برشا حاجات. تقاعدت يا اخي. متقاعد من الحب فرحان. تقاعدت حبيت وشيخت وعملت له اللي يلزمني نعمله بكميات احيانا يعني مبالغ فيها. اي انا من المسرفين على انفسهم كي يعني نغطس حشاك يعني. تمتعت بحياتك الحمد لله يا رب. باهي أسعد فترات حياتك. تحياتي للسيدة زوجتي أيضا. أي تحية لها. فكرت الاسم تو سي أحسن؟ اسم الزوجة أمال. أمال شكون؟ اسمها أمال. أمال أمال بوجميل. شو محلى الاسم ما شاء الله. تفكرش تاريخ العرس؟ إيه نتفكروا لأنه ساعات ذكرني به المرأة وتحسدني وتعاقبني. فهمتني؟ 29 جويلية 89. 29 جويلية 89. إي نعم. تبارك الله. قريب 33 عام من الزواج. هيك تحسب ملا تضحيات جسيمه قامت بها من المراه. قول المراه ولا لا 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 زوجتك ملا تضحيات جسيمه في الدار هكا زاده رومانسي بالطريقه اللي نشوفوا فيها هذه. بيه بارك الله فيك سي محمد. انا كي مرتي تلقى مديح عن طريق سيادتك كان تلقتوني برا. هاي مر كي حكينا على الحب وكل حتى نبره صوتك تبدلت. تضعف قدام المراه وقدام جمال المراه. يا اخويا المرأة حاجة عظيمة في الدنيا. خير ولا المرأة لما كنا موجودين الساعة. أولا نحن تخلقنا من بطن المرأة. جابتنا المرأة للكون. ورافقتنا المرأة وزامنتنا المرأة. وفي تونس المرأة يعني حاجة السياسة حلوة. السياسة والمرأة كيفاش تشوف المرأة في الحياة السياسية اليوم اللي موجودة معنا وبرشا أسامي وبرشا أمثلة موجودين؟ أنا فخور بالأسماء الموجودة الحقيقة. من راضية نصراوي طبعا. نصراوي ربي يفرج عليها ربي يشفيها ويعطيها الصحة. سنة عظيمة مواطنة مناضلة نتلقى ونتعلم منها الدروس الوطنية والحقوقية وما شئت. هذيك امرأة حقيقة عظيمة. ويعني معناها الأستاذ عبير موسى. عبير موسى يعطيها الصحة يعني بعثت حزب من رماد من رميم. يعطيها الصحة الحقيقة وشابو ألفة الحامدي أسست حزب جديد. استناني خلينا نكمل لك. فما زاد رئيس الحكومة السيدة نجلة بودن. عجبتني الحقيقة. هاي به والله العظيم يا خويا المرأة متحفظة وأنيقة وهايلة وما عندهاش الشغب هذه لا تدخل في صراعات ولا كل شيء. ويبدو انها نحن تخدم في صمت تخدم في الخدمه المكلفه بها. بداوا يخدموا في خدمه اخرى. يوسف شاه كلفوا كلباش الباش يا ربي يرحمه. هذا ترحمنا عليه. كمل ايه باش كلفوا بلاش الحكومه مش في حزب.
حاجة من وراء العقل يا ودي، قلنا لهم يهديكم واحترموا رواحكم. طموح سياسي مشروع كان يخلي يا ودي خارج الموضوع. انت شكون طموح سياسي؟ تمشي اعمل طموح سياسي مع امريكا، خريف امريكا لبس عليه الراجل قالك درس فلاح والارض نتاعنا الفلاحيه خذ لها الحاله نتاعها، وهو يعمل في حزب هذاك يعمل في حزب وكان مرشح جدي. وخالو قال لك حسيب بن عمار، انا قلتها له مره في تدوينه كان مرشح جدي. اي انا قلتها له مره، كان قلت له لا تنسوا انه الاستاذ يوسف الشاهد يعني خالو حسيب بن عمار. حسيب بن عمار هو من ادراك رجل عظيم رجل يتسمى ابو الديمقراطيه والاراء المختلفه في تونس، رجل نزيه وعالي جدا. عاد هو احمق لانه احمق، خذها الكلمه ذي واستعملها في غير موضعها. ماني ساعات عندي غشه ونعرفها كيفاش توصل. فخ مسموم، هديه مسمومه تاعك. كيما المره عملت المرزوقي هديه مسمومه على السفساري. اي المتسفسرات والسافرات والمتحجبات. خذاها. يا خويا وحصلت. يا قالها في خطاب رئاسي. يا ولدي يا ولدي. تفرح تنتشيب باخر. روعه. اذا كان نصبت الفخ يلزم يقع فيه المصيده، هي مصيد. تنصب لغم تنتشي وقتي. يحدث ويعطي مفعوله مباشرة. شيخ انت وقتها في قمة النشوة متاعك. من شنو؟ به حركة النهضة درنيرمون كرمت نساء النهضة في اليوم العالمي للمرأة. هاي مبادرة وانت تحكي على المرأة في الحياة السياسية. كلمتش سعاد عبد الرحيم. سعاد عبد الرحيم شيخة مدينة تونس. شيخة مدينة تونس. شيخة هذيك قلت له يا شيخ نجي نعاونوك على مدينة تونس نمدوا لك المساعدة في الثقافة وفي كذا كذا. حسيلو ربي يعينهم يا أخي. ألفة الحامدي عملت حزب زاد اليوم. شنو يعني ألفة الحامدي؟ تعرفش ألفة الحامدي؟ والله يا اخي معرفه ما عرفت على قدها. اكس بي دي جي تاع تونسير. او خرقلاد هكري تتفقوا تاع لو تخطب عليهم تفكر لها كان هذيك وخرقلاد باش تحب. وقال لك حب تعمل الجمهوريه الثالثه. الجمهوريه الثالثه يا سبحان الله. انا قلت لها الجمهوريه الاولى حيرين فيها تكملوا الجمهوريه الاولى ومن بعد تفكروا في الثانيه والثالثه واللي حتى الخامسه كما فرنسا. ما فما ناس مغرومين بالامثله الخارجيه. ايه نعملوا كما فرنسا نضربوا الجمهوريه الخامسه ديجا نخمسوا على الدنيا الكل. وكان جيت نعمل حزب نقولوا نعملوا الجمهوريه الخامسه. الخامسه نخمسوا على الناس الكل والاسلام نتاع اركانه الخمسه كذا كذا والخمسه يعني عندنا الخمسه. الخمسه في الباهي. ايه في يا نعملوا تنمشي لقدام. الجمهوريه الخامسه. قال لك حب تعمل الثالثه. يا إلهي يا إلهي مقوى هذه مقوى. وش إيه هذه كيفاش عندها فليسات ولا وش عندها؟ عندها أفكار عندها جماهير كفاءات. قالت نجم تحل مشاكل البلاد في فترة وجيزة. يا تبارك الله يا تبارك الله يا أخي اللهم صل على النبي. كثر العباقرة في البلاد، العباقرة والعبقريات والعبقريون. حاجة باهية ولا حاجة ما؟ أنا بالنسبة لي حاجة باهية. حاجة باهية. أنه يكثر الشيء هذايا. إي خلان شيخه يا أخي نلقوا على شكون نتحدثوا يا أخي على الأقل. خرق لاد باش نتعدى معاك تود سويت للاختيار الاخير ونكمل حواري معاك سيد حسن بن عثمان للاختيار الاعلامي تود سويت. في الفقرة هذه باش نحكي مع الكاتب معرض الكتاب باش نسمي لك بعض الكتاب واعطيني رايك. الله اعطيني رايك أكبر. مثلا كي نلقى توفيق بن بريك وانت عندك كتاب كامل على توفيق بن بريك. اي عظيم. اي توفيق بن بريك تجربة يعني فريدة واستثناء في التاريخ العربي الاسلامي، يعني من الكتاب اللي خاض يعني تجربة حبيت نشوفها انا نبحث فيها. يعني هذا كسر الرئيس، كسر الرئيس راهو كان يتسارع بن علي ما سمعنا صوته الا مرة واحدة مباشرة هي كحكي على توفيق بن بريك عام 2000. طاح بن علي. اي وقعد بن بريك. انا حبيت نشوف العجوبه هذا ماذا يعني كيفاش تمت. وراو تعمل عليك كتاب تسميه بن بريك قطع طريق. قاطع الطريق هو كلمه قطع الطريق مش انا راو. انا يعني معناها استعرتها من مقال كبير للكاتب كبير. اي هو ادوار سعيد ومن ادراك. أيوة. المفكر والفيلسوف وعالم. اي شلقيت في بحثك على توفيق بن بريك؟ يعني توفيق بن بريك يعني عنده مقترح نتاعه هو يعني ككاتب ربما اذواقنا لا تتفق لا تتشابه انما عنده يعني تجربه فذه وتستحق انه ان نتمعن فيها. ورجل هذا كان مرشح لجائزة نوبل للاداب، يعني ما لازموش ننسوا، اما البلاد هذه تهين انفسها وتهين الاخرين، هو يعني بهامة الناس يحبوا يحولها الى الكتاب. واضح. هو ما ينجموش ياخذوا نص توفيق وربما نص عسير، انا لا ادافع على نص.
أنا أدافع عن مسيرة كاملة بنصوصها وبخطواتها. أتاح بن علي تعتبره توفيق بن مريك؟ انتصر في صراع على بن علي، هو انتصر كسر الرئيس بن علي ومشى في باله توفيق بن مريك حبي يطلع لنا رئيس جديد. شكون الرئيس الجديد؟ شكون اللي حبيته؟ هو نبيل القارب. توفيق بن بريك حبي يطلع نبيل القارب من شنو؟ ايوه نعم، وانا توفيق نعيشه باحترام ونقول لبعضنا كل شيء. نقول خذ طريقك يا حبيبي، وانا مع اخويا توفيق راه نحب ربي يفرج عليه وكذا كذا كاتب اخر. وتفهمنا انا وتوفيق اذا كان مثلا يعني معناها مثلا يعني اذا كان خرجت هذاك الخروي الى الرئاس هوني انا يعني معناها في شفاعه توفيق، واذا كان طلع غيره للرئاس فتوفيق تحت الشفاعه. خدمت زاده في يوم الايام لصالح نبيل القروي انت زاده سي حسن بن عثمان؟ شنو خدمت؟ خدمت يا ودي، حولت البواطه نتاعو كانت من بواطه يعني مالها ليلي او يعني بواطه يعني مشبوهه حمراء الى بواطه يعني محترمه محترم. وجا اخي السياسيين اللي جاوا محمد الهمامي ومصطفى بن جعفر انقلبت ونجيب عثمان هذوكم جاي على خاطري انا. انقلبت فقدتها خاطر الفلوس؟ خاطر ما خديتش فلوسك؟ هذا موقفك ولا هكا؟ هذا علاش؟ مش فقدتها مال، الحكايه اخطر اخطر ما فيش أخطر. فيش لك فيش أتيني. نحن في بداية الثورة هكا ولا سي نبيل القروي رجل يعني جشع يحب على الفلوس وهو موهوب. أنا نتكلم على نبيل ودون أن أنسى أنه موهوب في التلافز وموهوب في صناعة المحتوى وموهوب في الأشياء. شنو الأشياء ذي؟ تلميحات مكوراتك الأنثي وذكور المكورات قول حقيقة، وكان شد في بلاصته راه خير له. انما اغراته السياسه النزله هذو لانه ما يعرفش ما عندوش كان جا هو رئيس جمهوريه ما عندوش مناعه ذاتيه. كان جا رئيس جمهوريه حالنا كيفاش راهو كيف اوكرانيا وكان جينا هو وكان جا شدنا بالقروي قسما بالله يا محمد يا خماس يا خويا وكان شدنا بالقروي البلاد هذيا رانا بالضبط كما اوكرانيا راهو اثر حرب مع شكون يخلق لك حرب من الدنيا مع الجزائر. ممثل كوميدي راهو رئيس اوكرانيا وهذا القروي والاخر ممثل كوميدي وعمل المسلسل خادم الشعب. اما ود القروي عمل المقارونه يا حبيبي وادراك مع المقارونه في معرض الكتاب نزيدو نقدموا شويه نلقاو الكاتب صافي سعيد باش يتفوق عليك. صافي سعيد باش يتفوق عليك؟ باش يتفوق عليك؟ يتفوق عليا بارتباطاتي الخارجيه اللي ما نجمتش تعملها انت. وانا ما عندي في غنى عنها، انا عايش في تونس ولبس عليه. كاتب محلل نايب ومشروع رئيس صافي. اولا انا يعني عهدي بكتاباتي حقيقه ويعني قرات ما تيسر به ويعني ماذا اقول لك يعني صافي من الاقلام المهمه عنده سهوله في القلم وعنده اشراقات الحقيقه وهذا حقه. نحن يعني لازم نتعودوا نتكلموا بانصاف ما له هو ما عليه ما له هو ما عليه بانصاف على الاخرين هذا يحتسب. انما مشكله صافي يحب يولي سياسي صح عليه، اما ما تولي سياسي الا حين تحب البلاد لكي تحبك البلاد. ويبدو هو انا صافي وغيري وغيري فما ناس ارتباطهم العاطفي والوجداني بتونس ضعيف نظرا لتجربتهم يا اخي. ما يحبش البلاد صافي سعيد؟ قلت لك ضعيف ضعيف يعني حاجه ضعيف تشكيك في وطني. هو مش تشكيك، يقول لك هو تونس ما فيها ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء. فعلا صافي سعيد قلت له ما دام كنت موجود يكفينا، شنو ولا شيء ولا شيء ولا شيء. قال ثلاثة سنوات تونس الردة دولة متقدمة ونخرجها من كل أزمات. أنا نقول ثلاثة سنوات يعني ما عشنا قاه تونس يعني تتبدل تماما تتبدل ربما يعني ما عشنا قاه مع صافي. قول الصافي كنت تعرفه من قبل؟ صافي حبيبي ما لا نعرفه من الثمانينات ونقرا له وعنده قلت لك منشر في اهم المنابر واهم دول النشر صحيح العربي صحيح وعنده تجربه كبيره. راهو ما نخلطوش مع الصافي وناخذه بجديه راهو الصافي باهي الحقيقه معناها كي يقول في ثلاثة سنوات نجم نحسن حال تونس ناخذه بجديه معناها التصريح هذا نحطه تحت المجهر شو يحب يقول فيه. نحن ما تحدثناش في الموضوع ربما صرح ما عنده تصريحات الصافي يشبه لي انا في التصريحات وفي التشنجات نتاعو. فقدت انا ما نقولش الكلمات نتاعو المشرقيه الجميله نتاع كذا وكذا وكذا الامهات والاباء. واضح. الكاتب ايضا والمعارض والناشط السياسي سيد عز الدين الحزقي عنده من بين الكتب نتاعو اشهرها نظرته امي اللي حكى فيها على تجربته النضاليه الكبيره في فتره بورقيبه يعني وين عاش السجون مع بيرسبكتيف وغيره 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 وعداوته في فتره من الفترات مع الاسلاميين في الفتره هذيك. اليوم نلقاوه في اضراب جوع في مواطنون ضد الانقلاب اليد في اليد مع التيارات اخرى فكريه ولا دينيه مختلفه عليه. انا من حظي اني نعرف سي عز الدين اي حزقي الحقيقه
والد صديقك جوار بن مبارك زاد والد صديقك حبيبي جوهري ايش بيه والد صديقك وبنته دليله دليله مصدق دليله يعني ايضا نوجه لها التحيه العائله كريمه عائله كريمه وانا نحيي عز الدين رب جاب صغار يعني وانتجهم رجل وحده مكافح عز الدين مرته ماتت وبخذاش عليها بعد ما ماتت وهو قعد ربى صغار يعني وافنى عمره من اجل تربيتهم تربيه حسنة ممتازة خرجهم من اللهم صلي على النبي الأستاذ قانون الدستوري أستاذ قانون الدستوري والمحامي محامي صحيح حاجة يحيي عليه وعز الدين يعني من اليساري عز الدين راوي عنده مزايا وعنده طلعاته عنده طلعاته عز الدين راوي يعني أول واحد ترشح في مقابل بن علي صحيح في بداية التسعينات وكذا من شيء من هذا القبيل اليوم اليسار الاختلاف اليسار اليسار يعني هو عز الدين شخصية تذكرني في شخصية روائية متاع الكاتب التركي عزيز نسين كاتب عظيم ساخر عظيم اسمه الشخصية ذي الزوبك موهوب أو تقول أنت مدمن المعارضة حتى كي حزبه يشد السلطة يولي ذده يولي ذده مباشرة وأنا به بصراحة وبارك الله في عز الدين خليه يخدم نحبه عز الدين يخدم وبارك الله وعز الدين أنا نحبه عليهش عز الدين رجل مسالم ونحن ما دام أنا ناس مسالمين جوهر بن مبارك صافي سعيد الحبيب وعجيلة عز الدين الحزقي أحمد نجيب الشابي رجل غنوشي انا ارشح انا ورشح. هذا مواطنون ضد الانقلاب ابرز رموز ما يهمنيش تسميه يسمى روحهم كما يحب كل واحد يسمي روحه كما يحب اما انا وكان جيت ننصح النهضه نقول لها هاك عندك جوهر بن مبارك تبارك الله عليه تبارك على هو جوهر بن مبارك الحقيقه يعني خذوا جوهر حطوه على كراسي التنظيم بعد يعني ذهب الشيخ طبعا بعد ذهب الشيخ باي جوهر يعني ونجم يجيب ناس اخرين ونجم يبدل ملامح اشياء اول حضور لي بعد ثوره معاك كان ظهر لي جوهر بن مبارك يرحم والديك انا كان عندي يعني في معناه ضيف الاسبوع في نسمه وكان من ضيوف الاوائل يعني اخونا جوهر اول ظهور لي اول ظهور تلفز الضاف العابدين الجوهر بن مبارك كان معي ويشرفني ذلك فاتن الفازه اشبه الكاتبة اللي عندها أعلى نسبة مبيعات في الكتب متاحة في السنوات الأخيرة وابنة الطاهر الفازع الكاتب نعم الكبير صديقنا الطاهر العظيم تقرأ لها تشوف لها كتبها أي انتل طلعت يعني أنا الحقيقة الكتب أنا ذوقي أنا عندي ذوق أدب إنما أقرأ شوية أقرأ شوية لا أحرم نفسي من القراءة بالدارجة مثلا وهي عندها روح لطيفة وفكها ومرحة أيضا ويبدو أنها ورثتها مع عند باباها السيد خونا الطاهر الفازع كرونيكور إيموريست أوسي كرونيكور كرونيكور مالي شنو كرونيكور يكتب بالمخالة يعني المكثفة في الأسبوعية في الجرائد بالسوري بالعربي وراو الطاهر ونحن ما نعرفوش معناها جهات تصريح مثير للجمعة هذه اللي تعديت وعمل بوليميك كبيرة مع أميمة العياري في ديوان فيم نسلم على أميمة نسلم عليها أميمة طبعا تحية لأميمة وين تقول فيه فاتن الفازح نسمح لبنتي باش تعمل علاقة قبل الزواج هل هذا نسميه بالحرية أنه اليوم الكاتب ينجم يطلع ويقول باسم الحرية والتحرر أنه نقوله هكاية ولا فما ضوابط مثلا نقول فما كلام ما يتقالش فما عمر فما مجتمع فما حدود لازم نسطره أنا شخصيا ما سمعتش التصريح هذا هاني قلت لك التصريح بارك الله فيك وأنا بالنسبة لي أخي كاتبة هذه وتعيش في ألمانيا وإنسانة يعني دماغها مرحب واسع وهي يعني هذه اختياراتها هي وعائلتها وبنتها وأحوالهم الشخصية ليش دخلني في الأحوال الشخصية يا حبيب باسم الحرين نجم نقوله هك تعدت عليك خلقتك في حاجة أنت قلت لك إيش خذي بنتي إيش دخلك يا أخي سايبها مع بنتها وصغارها يا أخو شبينا يعني نحشروا أنفوق ونوفنا في المسائل الشخصية أنت الآخرين أي كي يكون كاتب ولا حد وعليه الضوء مش ينجم يأثر في فكر في مجتمع في ناس واك تأثر حتى أنت وعندك الضوء ومورك مريض إيه ونحن هذا معنا شيء مفتوح باسم الحرين نجم يا ودي سماوات مفتوحة كما تقولهاش هي تقولها واحدة أخرى ربما قالتها من أجل إثارة ما من أجل استفزاز ما من أجل إحالة يعني تحيير المياه الراكدة ما عندنا برشا مياه راكدة للبوست تقول انت معنا والله والله في جدي تونس يا سيدي سيبني كملنا بالله سيبني عندي ما نعمل برشا كملنا والله كملنا اقعد خلينا نقفل معاك ونمشي باش نسلم عليك باش نسلم عليك اخمسني خلينا نمشي باش نسلم عليك يا خماجي اخمسني يرحم والديك السلام عليكم لولا الله كل حلقه يجي صلى على محمد يزيني عندي ما نعمل والله عندي وقت مضبوط شو عندك تعمل تولى يا رجل يا رجل لا السلام عليكم الله العظيم يا سي حسن اباب اخدمها كيفاش نقفل الحلقه يا ودي خدمها بالمريقل بها وكلا بس عليك
والله العظيم والله كل حلقة الله كل حلقة فيها التزامات. يحسن الوقت يداهمنا هكا كملنا حلقتنا لليوم. كل حلقة ذيب في اللحظات الأخيرة سبحان الله تتغير المعطيات. شكرا لكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا. هكا نكونوا وصلنا نهاية حلقتنا من اليوم. نتقابلوا الحلقة الجاية إن شاء الله في سهرية الأحد. كونوا ديما أوفياء للاختيار وقناة التاسعة. ليلتكم زينة. تنويه: كل الآراء التي ترد في هذه الحلقة تمثل رأي أصحابها الشخصي من دون أن تتبنى القناة والبرنامج ومقدمه وفريق عمله أيا منها. مع تقديرنا لكل اسم شخص أو مؤسسة يرد ذكره سلبا أو إيجابا في هذه الحلقة.